فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحياناً أمر على المصلين وهم يتبعونني بالنظر، ينظرون إلي. يقول: في هذه الحالة لا تمر من عندهم، صدتي تشغلهم، لا تمر من عندهم، جنة. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أنبههم بالكلام وهم في الصلاة؟ لا، تشوش عليهم، لكن إذا كان عندك علم إلى منهم سلموا، تقوم أمامهم وتعظهم وتنصحهم وتبينهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.